نرحب بكم في مجلتكم الشبابية من بيت المنسق. في جعبتنا اليوم شبكات التواصل الاجتماعي المفضلة لدى الفلسطينيين، خطوات إيجابية بفضل الاستقرار الأمني، فاكهة تحسن من أداء القلب والشرايين. أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي شغلنا الشاغل، فلا يمر يوم دون أن نتفقدها، نتسلى بها ونتشارى قصصها. موقع المنسق استطلع آراء الشبيبة الفلسطينيين وسألهم عن شبكة التواصل الاجتماعي التي يفضلون قضاء وقتهم بها، وجاءت إجاباتهم كالتالي: في المكان الأول سناب شات، والثاني فيسبوك، ومن ثم إنستغرام. أعزائنا، شبكات التواصل الاجتماعي هي منبر لنشارك به قصصنا وذكرياتنا الجميلة وأروع لحظات حياتنا. هي المكان الذي من خلاله نكتسب أصدقاء ونحافظ على تواصل اجتماعي إيجابي. ندعوكم لتكونوا سفراء الصداقة الذين ينشرون المحبة والأخوة داخل شبكات التواصل الاجتماعي وخارجها. تم افتتاح محور بيرزيت أمام حركة السير مجدداً، وذلك بفضل عودة الاستقرار الأمني إلى المنطقة. والآن بإمكان جميع السكان في المنطقة أن يستخدموا هذا المحور ويوفروا على أنفسهم الوقت وأن يصلوا إلى مكان عملهم بأسرع وقت. متابعينا الأعزاء سعدوا كثيرا بهذه الخطوة وأعربوا عن أملهم في أن تحدث مثل هذه الأمور في أماكن أخرى، والجواب هو واضح: الاستقرار الأمني يتيح لنا الاستمرار في خطواتنا الإيجابية لمصلحة الجميع. كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الموز كل يوم يحسن صحة القلب والشرايين بشكل كبير ويخفض خطر الإصابة بالجلطات الدماغية والمشاكل القلبية، كما ويساعد على الهضم ويحارب الكآبة والضغط النفسي ويقلل من التوتر. هذا بالإضافة إلى كونه يقي الجسم من فقر الدم ويساهم في تقوية العظام. نتمنى لكم الصحة والسلامة. تابعونا على موقع وصفحة المنسق في الفيسبوك، وإلى اللقاء.